اكثر. لاله مليكه من الدار البيضاء. لاله مليكه صباح الخير. صباح الخير دنيا. صباح النور. مرحبا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الحمد لله. تحيه لك ولطاقم ومستمعات كاملين. تحياتنا لك ايضا. صباحكم مبروك. صباحكم مبروك. مرحبا. غادي نعطيك اختي خويزات بالبلوله رقيقه. خويزات باش؟ خويزات. بالبلوله رقيقه. مع دقيق ديال القمح. بالبلبوله ياك؟ قلتي خبيزات بالبلبوله؟ ايه رقيقه. اها. مع الدقيق ديال القمح يكون تا هو مغربي من الخاله. اييه مرحبا. غادي ناخذ واحد الزلافه ديال البلبوله دقيقه غادي نرطبوها ليله كامله. كنديرها في واحد الكاسرونه ولا شي حاجه خويا عليها الماء خليها طرطح. كنعد ليه. عاد من بعد كناخذوا واحد الزلافه اخرى كنديروا فيها شويه ديال القمح، دقيق ديال القمح مع الخميره تاع الدار. كنخلطوا شويه ديال الماء كنخلطوها تتولي سائله ونغطيوها تخمر لينا. الخليط ديال الدقيق مع الخميره نخلطو ونغطيوه راه دغيا كيخمر. نعم. من بعد كناخذو ديك البلبوله كنعصرو من داك الماء اللي فيها ونزيدو ليها واحد الزلافه ونص دقيق ديال القمح. زلافه ونص دقيق ديال القمح. دقيق ديال القمح يكون مغربل من الخاله. كنخلطو هاد المكونات عاد كنزيدو ديك الخميره اللي خبرات لينا. وكنخلطو العجينه ديالنا ونديرو شويه ديال الملحه ونبداو نزيدو شويه الماء بشويه بشويه. كتجمع لينا العجينه كتكون شويه رطبه وكنغطيوها. نعم. كنغطيوها تخمر لينا راه دغيا كتخمر نغطيوها شويه راه دغيا كتخمر. كنهزوها كنعاودو نعجنها بشويه بشويه تتكون شويه العجينه تكون شويه كتلصق. اييه. كنقسمها خبيزات ولا نديرها خبزه كبيره ولا السيده هي كما بغات. كنكرسوها في النخاله كنكرسوها في البلبوله. وصافي كنضربوها وكنخليها ترتاح شويه ندخلهم الفران. نعم. راه كيجي زوين هاد الخبيزات وبالنسبه لهاد الطريقه اللي عطيتي ديال الخميره والدقيق. اي خبز سيده بغات تعجن دير هاد الطريقه. ديال الخميره مع الدقيق وتزيد ليه الماء وتغطيه شويه وتعجن بيه كيجي الخبز كيجي زوين ودغيا كيخمر لينا واخا يكون برد دغيا كيخمر. نعم. بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك ونجربوا هاد الخبيزات. شكرا لك على الاتصال لاله مليكه.